السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير، وان شاء الله المديول ده يكون كويس معاكم وتكونوا بتذاكروا كويس. حتى لو اتزنقتوا عادي، ما ده الطبيعي يعني ان احنا نتزنق. انتوا بس توكلوا على ربنا واستعينوا بربنا، وما تبصوش للكمية، لان انتوا لو بصوا للكمية وقعدتوا تحسبوا وتعدوا بعد المحاضرات وبعد السكاشن هتحبطوا، مش هتذاكروا اي حاجة. انتوا ذاكروا يوم بيوم وذاكروا اول باول، ما تخلوش حاجة تتراكم عليكم، وباذن الله المديول هيمشي معاكم كويس وربنا هيكرمكم. النهارده بقى باذن الله هنتكلم عن الاوستيومايلايتس. هنتكلم عنه فين؟ ما احنا اتكلمنا عنه قبل كده. لا، احنا هنتكلم بقى، هنكمل الانواع بتاعته. هنكمل ايه؟ مش انتوا كنتوا خدتوا الاكيوت والنون اكيوت، والاكيوت والهيماتوجينس والنون هيماتوجينس؟ النهارده باذن الله بقى هنتكلم عن الكرونيك. يبقى عرفنا هنتكلم النهارده عن الاوستيومايلايتس. لا، انا مش هشرح لكم الاوستيومايلايتس تاني، هو اتشرح لكم، انا بس هفكركم بيه. وهنتكلم عن التايبس بتاع الكرونيك بقى. انتوا خدتوا الاكيوت اللي هو الهيماتوجينس والنون هيماتوجينس، هنتكلم بقى عن كرونيك اوستيومايلايتس الانواع بتاعته. في كرونيك نون سبيسيفيك وفي كرونيك سبيسيفيك. امال ايه الكلمه اللي في النص دي اللي هي البورديز ابسس؟ دي هي عباره عن كرونيك نون سبيسيفيك اوستيومايلايتس برضو، بس في حاجه بتميزها. الحاجه اللي بتميزها ان الكرونيك نون سبيسيفيك اللي فوق ده اسمه كرونيك نون سبيسيفيك سابيوراتيف، يعني في بس وده برضو في بس. طب ايه الفرق؟ الفرق ان اللي فوق ده بيفول الاكيوت، جاي بعد اكيوت انفلاميشن، تمام، جاي بعد اكيوت اوستيومايلايتس يعني. اما ده جاي كرونيك من البدايه، مش بيفول الاكيوت خالص. ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، ممكن تجيبك ام سي كيو يقول لك البورديز ابسس ده فول الاكيوت اوستيومايلايتس. لا طبعا، اجابه غلط. البورديز ابسس ده جاي كرونيك اصلا من البدايه، تمام. وفي كرونيك سبيسيفيك. كرونيك سبيسيفيك اللي احنا قلناها قبل كده، اللي هي الحاجات اللي بتعمل جرانيولوما، اللي هي التي بي والسيفلس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الاوستيو مايلايتس متقسمه لثلاث حاجات. اول حاجه اوستيو معناها بون، مايل معناها بون مارو، ايتس معناها انفلاميشن. فالاوستيو مايلايتس معناها انفلاميشن في البون والبون مارو. طيب التايبس بتاع الاوستيومايلايتس، اوستيومايلايتس ده انفلاميشن زي اي انفلاميشن. اي انفلاميشن بنقسمه لاكيوت انفلاميشن وكرونيك انفلاميشن. الاكيوت انفلاميشن هنا قسمناه لهيماتوجينس ونون هيماتوجينس. يعني ايه هيماتوجينس؟ هيماتوجينس يعني جايلنا عن طريق البلد. طب نون هيماتوجينس؟ لا، مش جايلنا عن طريق البلد، جايلنا عن طريق حاجه تانية بقى. ممكن مثلا اوبن فراكتشر، البون اتكسر والسكن باين، فكان عرضه اكتر للانفكشن، فده مش جايلنا عن طريق البلد. في بقى كرونيك. كرونيك ده نوع من انواع الانفلاميشن، صح. وخدنا في الجنرال ان كرونيك فيه سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. السبيسيفيك اللي هو بيعمل جرانيولوما، النون سبيسيفيك ده ملوش اي حاجه هيستولوجيكال مميزه خالص تحت الميكروسكوب. الكرونيك بقى سابيوراتيف نون سبيسيفيك هنتكلم عنه، ونتكلم عن كمان اللي هو الايه، البورديز ابسس. البورديز ابسس ده كرونيك نون سبيسيفيك برده، بس البورديز ابسس ده ايه؟ مش بيفول الاكيوت، ده جايلنا كرونيك من البدايه. هنتكلم عن السابيوراتيف، هنتكلم عن السبيسيفيك تي السبيسيفيك اوستيومايلايتس اللي هو التي بي والسيفلس، تمام. هنبدا اول حاجه بالكرونيك نون سبيسيفيك اوستيومايلايتس. من اسمها معروفه، كرونيك انفلاميشن، كويس. نون سبيسيفيك ملوش حاجه مميزه. اوستيومايلايتس يعني انفلاميشن في البون والبون مارو. نقرا كده الديفينيشن ولا كلمه مختلفه. الديفينيشن كرونيك يعني نون سبيسيفيك، نون سبيسيفيك. اوستيومايلايتس اي انفلاميشن في البون والبون مارو، نفس كل اللي قلناه، ما قلناش حاجه جديده. طيب سببه ايه؟ سبب الكرونيك ده سببه البكتيريا البيج بوس بتاعتنا اللي هي ستافيلوكوكس اوريس. يعني الاوستيومايلايتس البيج بوس بتاعته اللي هي الايه، الستافيلوكوكس اوريس، اللي هي بكتيريا ستاف يعني. طيب الكرونيك نون سبيسيفيك ده، مش احنا قلنا ان هو ممكن يبقى اكيوت وما تعالجش، او اتعالج بشكل غلط، او ممكن اصلا جاي لنا كرونيك من البدايه، صح. طيب هو لو اكيوت ممكن يقول لك هو البريديسبوزنج فاكتور بقى، بيقول لك هو فولز انتريتد، حاجه مش ما تعالجتش اصلا، اكيوت ما تعالجش، او اتعالج بشكل مش صح، تمام. او ممكن اصلا ستارت كرونيك من البدايه، ممكن يكون بدا كرونيك من البدايه، فعمل لنا حاجه اسمها ايه، بورديز ابسس. ايه يعني بورديز ابسس؟ دي بورديز ده اسم العالم اللي اكتشف الابسس ده يعني، فهو سميناه على اسمه. في حته مهمه بقى، بيقول لك with no acute phase، يعني هو starts chronic from the start، يعني بيبدا كرونيك من البدايه. بعد كده هنتكلم عن الباثوجينيسيس والمورفولوجي بتاع الكرونيك نون سبيسيفيك سابيوراتيف اوستيومايلايتس. اول حاجه، مش احنا قلنا ان هو بيفول اكيوت؟ اكيوت ما قدرناش نعالجه او عالجناه بشكل مش كويس، ده اللي هو الاكيوت هيماتوجين، صح. ممكن كمان في فورن امبلانت، يعني احنا مثلا حد زرع مسامير او شرايح، فده حاجه غريبه على البون.
طيب، وكمان ممكن اوبن فراكشر، الجسم فاتح، العظم اتكسر وبالتالي السكين بتاعه اصلا فتح على الشارع، فما دام فتح على الشارع سهل قوي يجيله ايه، سهل قوي يجيله انفكشن. ويحصل في المنطقه دي، هيحصل في المنطقه دي انفلاميشن. اما يحصل في المنطقه دي انفلاميشن، مين البكتيريا اللي هتيجي جري على طول عندنا؟ اللي هي البيج بوس بتاعتنا اسمها ايه، ستافيلوكوكس اوريس، هتقوم جايه لنا على المنطقه دي. الانفكشن موجوده، وكمان الانفلاميشن اللي حصل، الانفلاميشن هيكون لنا ايه، هيكون لنا اسمها حاجه اسمها بص. البص اللي هيتكون ده هيضغط على البريوستيوم. ايه البريوستيوم ده؟ البريوستيوم ده اللي بيحمل البلاد سبلاي للبون اللي موجود عندنا جوه. فما دام هو بيحمل البلاد سبلاي، في عندنا دلوقتي بص اتكون، البص ضغط على البريوستيوم، فبالتالي البريوستيوم مش قادر يودي البلاد سبلاي للبون، فهيحصل ايه، هيحصل حاجه اسمها سيكواسترام. سيكواسترام دي معناها نيكروتيك او ديد بون، البون ده مش واصله الدم كويس. فما دام مش وصله الدم كويس، هيحصل له نكروزس، هيموت خلاص، هيبقى ديد بون، هنسميه سيكواسترم. تمام، السيكواسترم ده هيحصل له سيبريشن عن البون اللي جوه ده، عن التيشو اللي جوه ده، وبالتالي هيبقى سراوندد بحاجه اسمها بص. يعني هيكون لنا سيكواسترم اللي هو نكروتيك او ديد بون، والنكروتيك او الديد بون ده هيبقى سراوندد بالبص. تمام، طيب العظم هيسكت على اللي حصل ده؟ لا، العظم مش هيسكت، العظم هيكون لنا حاجه اسمها انفولاكرم. انفولاكرم دي معناها نيو بون فورميشن، يعني بون جديد اتكون في منطقه البريوستيوم دي، نتيجه لان دلوقتي عندنا نكروتيك بون ميت، فبالتالي البون هيرد ان هو هيكون لنا، لا انا هكون لك بقى بون جديد، هنكون لنا حاجه اسمها ايه، انفولاكرم. فدلوقتي احنا في عندنا بص محشور جوه في الميتافيزس بتاع البون. دلوقتي البص ده هيخرج ازاي؟ البص ده هيخرج عن طريق حاجه اسمها ساينس. الساينس دي اللي هي فتحه على الشارع، يعني هيفتح بالساينس دي، اما يفتح بالساينس دي هيخرج منها ايه، هيخرج منها البص. يبقى نقول الباثوجينيسيس تاني، نقول ان هو ده فولو الاكيوت، اكيوت ما قدرناش نعالجه او عالجناه بشكل مش كويس، حصل لنا انفلاميشن. اما حصل انفلاميشن، مين اللي جت؟ الستافيلوكوكس اوريس جت، جت عشان تعمل ايه؟ جت عشان تعمل انفكشن. في انفلاميشن عندنا، في انفكشن، الانفلاميشن هيعمل لنا ايه، هيعمل لنا بص. البص ده ضغط على البريوستيوم، البريوستيوم ده بيحمل البلاد سبلاي بتاع البون، بالتالي البون مش قادر يوصل له بلاد سبلاي، هيحصل ايه، هيحصل نيكروتيك بون، البون هيموت وهيبقى اسمه سيكواسترم. نيكروتيك او ديد بون ده يبقى اسمه سيكواسترم. سيكواسترم، السيكواسترم ده هيبقى سيبريتد، وهيبقى ايه، سراوندد. سيكواسترم سيبريتد وسراوندد باي البص. تمام، بعد كده البون هيسكت بقى عن النكروتيك او الديد بون اللي مات ده؟ لا، مش هيسكت عنه، هيكون لنا ايه، هيكون لنا نيو بون فورميشن اسمه انفولاكرم. تمام، كون لنا الانفولاكرم ده في البريوستيوم، ده في منطقه البريوستيوم تحت البريوستيوم. فبالتالي دلوقتي احنا عندنا في بص محشور جوه، محشور جوه الميتافيزس، هو عاوز يخرج، هيخرج ازاي؟ هيخرج بحاجه اسمها ساينس، فتحه خرجت على بره عشان تخرج لنا البص ده. والساينس دي ممكن نسميها فيما بعد باسم كلواكا، هي فتحه برده. تمام، ده الباثوجينيسيس والمورفولوجي بتاع الكرونيك نون سبيسيفيك اوستيومايلايتس. طيب الباثولوجيكال فيتشرز بتاعتنا بيحصل فين اصلا؟ الكرونيك نون سبيسيفيك اوستيومايلايتس ده بيحصل فين؟ بيحصل في الميتافيزس بتاع اللونج بونز، وبيحصل اكتر حاجه في الاطفال، لان الاطفال هم الاكثر عرضه للاصابات بقى والخبطات والانفكشن وكده. طيب الكومبليكيشنز بتاعتنا ايه، الحاجات اللي هتترتب على الكرونيك نون سبيسيفيك اوستيومايلايتس دي؟ اول حاجه باثولوجيكال فراكشر. باثولوجيكال فراكشر يعني العظم سهل يتكسر. طب ليه سهل يتكسر؟ لان احنا دلوقتي عندنا نيكروتيك بون، صح؟ النيكروتيك او الديد بون ده هيخلي العظم هش شويه، فما دام العظم هش شويه فسهل ان هو يتكسر، سهل قوي كمان ان هو يتكسر. طيب حصل حاجه اسمها نير باي جوينت افيوجن، الجوينت اللي جنب البون ده حصل له سويلنج. افيوجن دي اللي هي معناها حصل له سويلنج. طب ليه حصل له سويلنج؟ مش احنا الانفلاميشن عمل لنا اديمه، صح، وعمل لنا كونجيشن. تمام، اما عمل لنا قديم، عمل لنا كونجيشن، زود الساينوفيال فلويد في الجوينت، فالجوينت حصل له سويلنج، السويلنج ده هنسميه افيوجن. تالت حاجه حصلت عندنا امايلويدوزس. مش احنا عندنا امايلويدوزس في برايمري وسكندري، اللي هيحصل هنا سكندري امايلويدوزس. لان ليه سكندري امايلويدوزس؟ لان احنا قلنا من الكومبليكيشن بتاع كرونيك انفلاميشن، اي كرونيك انفلاميشن يعني الكومبليكيشنز بتاعته ايه، سكندري امايلويدوزس. طيب لو احنا اهملنا علاج بقى الكورونيك ده، الساينس اللي فتحت دي عندها ايبيثيليوم، صح، اللايننج بتاعها ايبيثيليوم، الايبيثيليوم ده ممكن يقلب بكارسينوما، يعني كمان يتخيلوا ممكن توصل لتيومر لو احنا اهملنا العلاج. فاي حاجه حتى لو تبان لكم بسيطه، لا ما تسكتوش، لازم تتابعوا مع دكتور. تمام، فاحنا اللايننج بتاع الساينس دي مي ديفلوب، ويكون لنا سكويما سيل كارسينوما، هيكون لنا تيومر.
كده خلصنا اول مظهر من كرونيك نون سبيسيفيك اوستيومايلايتس. تاني مظهر عندنا اللي احنا قلنا مهم عندنا وفي حاجه مميزه عن الكرونيك ده اللي هو اسمه بورديز ابسس. بورديز ابسس ده على اسم العالم اللي اكتشفه. بورديز ابسس ده الحاجه الكاركترستيك المميزه جدا عنه ان هو نون بريفيوس اكيوت ديزيز، يعني مش قبل الاكيوت، مش بيفول الاكيوت خالص، ده هو بيبقى جاي كرونيك على طول، كرونيك فروم ذا ستارت خالص على طول، على طول كده كرونيك اصلا. طيب الفيتشرز بتاعته ايه، عامل ازاي؟ ده بيقول لك هو عباره عن كافيتي، الكافيتي ده مليان بص، تمام. البص الكافيتي اللي مليان بص ده متحوط بسكليروتيك بون. سكليروتيك معناها ثيك بون، كلمه سكليروزا دي معناها تعظم يعني، تمام. فسكليروتيك بون معناها ثيك بون. طيب الحته دي حصل لها لوكاليزيشن. ليه حصل لها لوكاليزيشن؟ لان هي موجوده، البوريز ابسس ده بيحصل في العيانين اللي عندهم هاي اميونيتي، بل اوكرز ان هاي اميونيتي كونديشن، العيانين اللي عندهم اميونيتي عاليه جدا ده بيحصل لهم، بيحصل لهم البوريز ابسس ده وبيحصل له لوكاليزيشن، تمام. بيحصل فين ده؟ بيحصل في الميتافيسس بتاع اللونج بونز في التشيلدرن، يعني كرونيك نون سبيسيفيك اللي هو السبيرتيف ده في الميتافيسس برضه، وده كمان بيحصل فين؟ في الميتافيسس. كده خلصنا احنا ايه، خلصنا الكرونيك نون سبيسيفيك اوستيومايلايتس. تعالي تاني، اول حاجه كرونيك نون سبيسيفيك اوستيومايلايتس من اسمه هو عباره عن كرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن في البون والبون مارو. طب سببه ايه؟ البيج بوس بتاعتنا، البكتيريا الجامده جدا بتاعتنا اسمها ايه، ستافيلوكوكس اورينس، بكتيريا ستاف يعني. طيب ايه اللي ممكن يخليه لنا كرونيك؟ ممكن يبقى جالنا اكيوت وما قدرناش نعالجه، او اكيوت وما عالجناهوش كويس فتحولنا لكرونيك، او ممكن جاي كرونيك من البدايه وما لهوش اكيوت فيس خالص اللي هو اسمه ايه، بورتيز ابسس. بورتيز ابسس، تمام. الباثوجينيسيس والمورفولوجي بتاعنا، احنا عرفنا الباثوجينيسيس، احنا قلنا فور الاكيوت، تمام. فحصل لنا انفلاميشن، الانفلاميشن ده جاب لنا الاستاف، الاستاف دي عملت الانفكشن، الانفكشن مع الانفلاميشن كونوا لنا بص، البص ده ضغط على البريوستيم، البريوستيم ده اللي بيحمل بلاد سبلاي للبون، فبالتالي البون ما بقاش يدخل له بلاد سبلاي. ما دخلوش بلاد سبلاي، حصل لنا حاجه اسمها سيكواسترام. سيكواسترام اللي هو نيكروتيك او الديد بون، نيكروتيك او الديد بون اسمه ايه، اسمه سيكواسترام. سيكواسترام ده اسمه حصل له ايه، سيكواسترام حصل له سر، بيبقى سراوندد باي البص، بيبقى سيبريتد عن التيشو اللي جوه ده، يبقى سيكواسترام بيبقى سيبريتد وبيبقى سراوندد باي البص. طيب في عندنا نيكروتيك بون وفي ديد بون، العظمه هيسكت؟ لا مش هيسكت، هيكون لنا ايه، هيكون لنا نيو بون فورميشن في منطقه البريوستيوم دي تحت البريوستيوم، اي اسمه ايه، انفولاكرام. النيو بون فورميشن اسمه انفولاكرام، والديد بون او النيكروتيك بون اسمه سيكواسترام. سيكواسترام ده سراوند باي باس. طيب الباس ده عاوز يخرج، هيخرج ازاي؟ هيخرج بفتحه اسمها ساينس، والفتحه دي ممكن نسميها فيما بعد اسمها كلواكه. طيب الفيتشرز بتاعتها بيحصل فين؟ بيحصل في الميتافيسس، في اللونج بونز. كومبليكيشنز بقى بيحصل في الباثولوجيكال فراكشر اللي هو سهل ان هو يتكسر نتيجه النيكروز اللي حصل جوه. تاني حاجه نيرباي جوينت ايشو، حصل ايديما، فالايديما زودت الساينوفيال فلويد في الجوينت، فبالتالي حصل له سويلنج وحصل له حاجه اسمها ايه، افيوجن. طيب حصل لنا حاجه اسمها اميليدوزس، اميليدوزس ده سكند اميليدوزس لان هو جاي نتيجه للكرونيك انفلاميشن. طيب لو احنا اهملناها اللايننج ابيثيليوم بتاع الساينس دي ممكن يتحول لكارسينوما، سكويموس سيل كارسينوما. طيب المظهر الثاني من الكرونيك نون سبيسيفيك ده اسمه بورديز ابسس، عباره عن كرونيك ابسس، او ممكن يبقى سب اكيوت، يعني ممكن سب اكيوت او كرونيك، بس الاغلب يعني اللي هو الشائع قوي اللي هو كرونيك ابسس، تمام. شكله عامل ازاي البورديز ابسس ده؟ عباره عن كافيتي، حلو. الكافيتي ده ماله؟ مليان بس، كويس. كافيتي مليان بس ده متحوط بايه؟ متحوط بسكليروتيك بون. اما هو متحوط بسكليروتيك بون وجاي كمان في بيشنت عنده هاي اميونيتي، البيشنت اللي عنده هاي اميونيتي هيعمل لوكاليزيشن للكافيتي اللي مليان بس بالسكليروتيك بون اللي محوطه ده في المنطقه دي، بس مش هيحصل له انتشار تاني لان هو جاي في عيان هاي اميونيتي. بيحصل فين ده؟ بيحصل في الميتافيسس بتاع اللونج بون في التشيلدرن. حاجه مهمه جدا، البورديز ابسس ده جاي من اكيوت؟ لا مش جاي من اكيوت، جاي ايه، كرونيك من البدايه. كده خلصنا الكرونيك نون سبيسيفيك. يعني بعد كده هنتكلم عن الكرونيك سبيسيفيك اوستيومايلايتس، هنتكلم عنهم عن حاجتين بس، التي بي والسيفلس، تمام. التي بي ده كنا خدناه برضو في الكرونيك انفلاميشن اللي هو الكرونيك سبيسيفيك انفلاميشن اللي هو بيعمل لنا جرانيولوما. طيب احنا سمعنا اصلا عن التي بي بيجي في البون، احنا سمعنا عن التي بي بيجي في اللنج، بيجي في السكن، بيجي في الانتستين، بس احنا ما سمعناش عن التي بي خالص بيجي في البون. طيب ده معناه ان هو التي بي اللي هيجي في البون ده برايمري ولا سكندري؟ برافو عليكم، هيجي سكندري نتيجه لانفكشن تانية جايه في البرايمري اورجان،
يعني حصل له هيماتوجينس سبريد، او حصل له سبريد يعني من المنطقه اللي حصل فيها البرايمري تي بي ده. فبيقول لك السورس بتاع تي بي اوستيمولايتس ده جاي لنا منين. اول حاجه هيماتوجينس سبريد عن طريق البلد من الاكتيف تيوبركلاس تيوبركلوزس فوق زي اللنج، يعني جاي لنا من حاجه اصلا التي بي بيجي فيها اللي هي زي اللنج، ف اتنقل ليها عن طريق هيماتوجينس سبريد. طيب تاني حاجه السورس بتاعنا دايركت سبريد من الجوينت اللي جنبه. طيب الجوينت ده اصلا ممكن يكون فيه تي بي، فالجوينت نقل للبون التي بي اللي عنده ده. طيب بتحصل فين؟ بتحصل في التشيلدرن واليانج ادلتس غالبا. غالبا يعني الاوستيومايلايتس دي بتحصل في التشيلدرن واليانج ادلتس، بتحصل في الناس اللي هما سنهم صغير يعني. ماشي. بيقول لك سباين از ذا كومونست، او حاجه اسمها بوتس ديزيز. بوتس ديزيز ده يعني ايه؟ يعني التي بي اللي بيجي في الفيرتبري. يعني يقول لك ايه هو البوتس ديزيز ده؟ يقول لك تقول له التي بي وفي الفيرتبري، ده اشهر حاجه. تمام. تاني حاجه بعد دول بيحصل في الهيب وبيحصل في النيل وبيحصل في الفوت، دول السكند بليس يعني اول بليس اللي هو الفيرتبري اللي هو اللي بيمشي فيهم السباينال كورد يعني. تمام. اللي هو اسمه بوتس ديزيز اللي هو التي بي وفي الفيرتبري. طيب بيحصل فين تاني مكان؟ تاني مكان بيحصل في الهيب والني وبيحصل في الفوت، دول تاني حاجه. طيب الباثولوجيكال فيتشرز بتاعنا بقى، الباثولوجيكال فيتشرز بتاع التي بي العادي، مش التي بي العادي بيعمل لنا جرانيولوما. تمام. ده الاخر هيعمل لنا جرانيولوما، بس الجرانيولوما اللي هيعملها هيعملها فين؟ هيعملها في حاجه اسمها فيرجن كانالز ونارو سبيسز فولود باي كازيشن. هيحصل كازيشن، يعني كازيشن دي كازيس ماتيريال، دي حاجه شبه البص بس هي مش بص يعني. طيب ايه هي فيرجن كانال؟ دي فيرجن كانال دي خدتوها في الهيستو. فيرجن كانال كل اللي عاوزاكم بس تعرفوه عن الهيفيرجين كانال دي ان هي عبارة هيفيرجين او سنترال كانال، يعني اسمها هيفيرجين او سنترال كانال. مالها بقى؟ هي عبارة عن لونجوتيودنال كانال، مالها برضو بيمشي فيها ايه؟ بيمشي فيها بلاد فيسلز وبيمشي فيها نيرفس، وممكن يمشي فيها كمان ليمف فيسلز وفلويد كمان. تمام. كل اللي نعرفه عن الهيفيرجين كانال ان هي بيمشي فيها ايه؟ بيمشي فيها بلاد فيسلز وبيمشي فيها نيرفس وممكن كمان يمشي فيها ليمف ليمف فيسلز وفلويد. ده اللي نعرفه عن الهيفيرجين كانالز. يعني دلوقتي الجرانيولوما او الجرانيوليشن تيشو ده هيتكون فين؟ هيتكون في الهيفيرجين كانالز وهيتكون في النارو سبيسز، وبعدين هيحصل لهم كازيشن. كازيشن اللي هو حاجه شبه البص بس مش بص بالظبط يعني. بعد كده تاني حاجه، مش احنا عندنا في كازيس ماتيريال؟ هيحصل فيه ديستراكشن في البون، هيحصل دي كالسيفيكيشن، الكالسيوم اللي فيه خلاص مش هيبقى موجود، هيسيب منه خلاص وهيحصل ديستراكشن. وبعد كده هيحصلوا ريبليسمنت، هيستبدل بحاجه اسمها كازيس ماتيريال. ممكن نسمي العمليه دي اسمها تيوبركلس كيرز. كيرز دي اللي هي تسوس، تسوس خلاص العظم استبدلناه خلاص بكازيس ماتيريال، الكالسيوم اللي فيه خلاص ما بقاش موجود، اللي حصل له ديستراكشن، البون خلاص رخر حصل له ديستراكشن، فبالتالي حصل حاجه اسمها تيوبركلس كيرز. كيرز دي معناها تسوس في العظم، استبدلنا الحاجات دي كلها بكازيس ماتيريال. تمام. حاجه مهمه قوي ممكن تجي لكم نقطه ام سي كيو، يقول لك البيريوستيال نيو بون فورميشن ده كومن في التي بي؟ لا مش كومن. احنا قلنا في بيريوستيال بون فورميشن الحاجات دي كان في الكرونيكال سبيسيفيك، كان فيها اللي هو الانفولاكرم ده. طيب يجي لك بقى في التي بي بتاع الاوستيومايلايتس يقول لك ان في البيريوستيال نيو بون فورميشن ده كومن فيها؟ لا هو انكومن. يقول لك ترو او فولس، البيريوستيال نيو فورميشن از كومن؟ لا تقول فولس، ده انكومن في التي بي. تمام. مش احنا قلنا دلوقتي ان اشهر مكان بيجي فيه اللي هو البوتس ديزيز او اسمه فيرتبري التي بي اوف الفيرتبري؟ هنتكلم دلوقتي عن التي بي اوف الفيرتبري اللي هو اسمه بوتس ديزيز. السايد بتاعه بيحصل فين؟ بيحصل في اللور ثوراسيك او الابر لامبر، بعدين بقى السيرفايكال بعدين. طيب هننسى بيجي فين في الثوراسيك او بيجي فين في اللامبر؟ بصوا يا شباب، الثوراسيك اللي هي عند منطقه الصدر كده، الثوراسيك دي اللي هي الفقرات اللي فوق. حلو. الفقرات اللي فوق بيجي في الحته اللي تحت منها. طيب اللامبر دي تحت ناحيه الابدومين كده، اللامبر دي بيجي في الحته اللي فوق منها، يعني الثوراسيك الفيرتبري، الثوراسيك فيرتبري دي فوق، فبيجي في اي حته منها؟ بيجي في الحته اللي تحت منها. طيب اللامبر اللي في الحته اللي تحت بيجي في اي حته؟ اللي هي في منطقه الابدومين دي اللي هي اللي تحت، بيجي في اي حته منها؟ بيجي في الابر بارت منها. تمام. بعد كده بقى السيرفايكال مش مهم قوي، بس هو بيجي فين اكتر حاجه؟ بيجي في اللور ثوراسيك والابر لامبر. طيب الباثولوجيكال فيتشرز مهمه برضو، موضع ام سي كيو، يقول لك ان بيحصل لنا في الفيرتبري. تمام. الفيرتبري دول بيحصل لهم تي بي بين الفيرتبري وبعضها، يعني ادي فيرتبري وليكن مثلا في فيرتبري. تمام. وفي فيرتبري في بينهم بقى،
في بينهم حاجه اسمها انترفيرتيبرال ديسك. الانترفيرتيبرال ديسك ده يقول لك هو افكتد ولا نون افكتد. الانترفيرتيبرال ديسك اللي احنا رسمناه ده كان افكتد ولا نون افكتد؟ لا افكتد معاه، تمام، لان في امراض تانية ما بيحصل لهاش افكشن. يعني دلوقتي يقول لك البوت ديزيز ده بيصيب الادجيسنت فيرتيبري مع الديسكس اللي ما بينهم ولا من غير الديسكس؟ لا الديسكس دول معانا فيهم، تمام. يعني احنا قلنا البوت ديزيز جاي فين؟ جاي في اللور ثوراسيك والابر لمبر والسيرفايكال، مش مهم قوي. طيب بيحصل ايه الباثولوجيكال فيتشرز بتاعنا؟ بيقول لك بيحصل فيه 2 فيرتيبري او اكتر جنب بعض، والديسك اللي بينهم كمان، يعني في بين الفيرتيبري والتانية في ديسك بينهم، الديسك اللي بينهم ده كمان بيبقى افكتد. طيب المانيفيستيشن العيان بتاع التي بي فيرتيبري ده هيجيلي ازاي؟ هيجيلي بكايفوزس. كايفوزس معناها اتب. شايفين المنظر ده؟ ده انسان واقف مستقيم اهو، نورمال سباين بتاعه. كايفوزس حصل له ايه؟ حصل له اتب. لو الانسان يقول لك انت ماشي شبه اللي عنده اتب كده، هو فعلا بيبقى عنده اتب لان الفيرتيبري اتدمرت بالتي بي، فبالتالي ما بقتش بوضعها الطبيعي ده، لا حصل لها كيرفد، بقت كيرفد، فبالتالي حصل لنا عمليه الاتب دي. طيب حصل لنا حاجه ثاني، حاجه اسمها كولد ابسس. كولد ابسس اللي هو ابسس بس مش له خواص بتاع اللي هي الريدنس والهوتنس بتاع الاكيوت، لا هو كولد ابسس ما فيهوش الريدنس والهوتنس والحاجات دي. بيتكون من ايه؟ بيتكون من سكويزد كازيس ماتيريال. طيب الكولد ابسس ده ممكن يجي فين؟ بيجي في السيرفايكال ريجن، السيرفايكال فوق اللي هي عند الرقبه كده. السيرفايكال ريجن دي بتصيب الابسس ده بيروح فين؟ الفرنج الريترو معناها ورا، فرنجيال هو البلعوم، فهي بتبقى ريترو فرنجيال. السيرفايكال دي اعرفوا بس اماكن الفيرتيبري، اما تعرفوا اماكن الفيرتيبري هتعرفوا تمشوها مع الاماكن بتاعتنا. احنا عرفنا سيرفايكال اللي هي جايه عند منطقه الرقبه كده، فتبقى ريترو فرنجيال ورا الفارنكس اللي هو البلعوم. طيب الثوراسيك ريجن اللي هي في منطقه الصدر، عند منطقه الصدر اللي هي الثوراسيك فيرتيبري. الثوراسيك فيرتيبري دي بتيجي حاجه اسمها بوستيريور ميديا ستاينم. ميديا ستاينم ده في عندنا اللانجس اللي هو التو لانجس اللي عندنا، في بينهم سبيس صغير قوي، السبيس ده اسمه ميديا ستاينم. ميديا ستاينم ده اللي بيقعد فيه القلب الهارت بتاعنا، تمام. طيب الميديا ستاينم ده متقسم لكذا حته، هو بيجي في اي حته من الميديا ستاينم؟ بقى بيجي في البوستيريور ميديا ستاينم، بيبقى في ابسس في البوستيريور ميديا ستاينم، بيبقى في اي ريجن دي؟ في الثوراسيك ريجن. طيب في اللامبر ريجن بيجي فين؟ جاي من اسم لامبر، لامبوي، لامبو دورزا تراينجل او الفيمورال تراينجل كولد ابس. او ممكن يحصل حاجه اسمها بارابليجيا. بارابليجيا اللي هو شلل في الاطراف. ليه بقى؟ لان هو اصلا بيضغط على السباينال كورد، صح، فممكن يحصل لنا شلل، تمام. ده الكيفوزس اللي احنا قلنا عليه. بعد كده في اذر سايتس للتيوبركلوزس في البون، يعني ممكن يحصل لنا في اللونج بونز، بيحصل في الميتافيسس. طب في الشورت بونز بيحصل في الديافيسس والميدالري كانال. في حاجه اسمها ايه؟ داكتيلايتس. يعني ايه داكتيلايتس دي؟ يعني انفلاميشن، في بيبقى سيفير انفلاميشن في الفينجر والتو جوينتس، تمام. الفينجر اللي هو بتاع الايد، والتو اللي هو بتاع ايه؟ بتاع الرجل. عشان كده بيقول لك بيجي في الهاند وبيجي في الفيت، تمام. بيأفكت ايه؟ بيأفكت الدايفيس. اما اللونج فوق، اللونج بون، بيأفكت ايه؟ بيأفكت الميتافيزيس. طيب السبريد بتاعه بيعمل لنا ايه؟ بيعمل لنا سابريوستيال ابسس، وممكن يعمل لنا ارثرايتس كمان. طيب في فلات بون. الفلات بون انتوا عارفين شكل الفلات بون، هي الاسترنم، عظمه القص اللي هي الريبس، اللي هي الضلوع، اللي هي البلفيس، عظمه عظام الحوض. بقى بيعمل لنا ايه؟ سابريوستيال ده كولد ابسس، ده ابسس، اما ده كولد ابسس. طيب هننسى اللونج بونز ده بتحصل في الميتافيسس ولا في الدايفيسس؟ افتكرها ازاي في الامتحان اللي معلومات تدخل في بعضها؟ هنفتكرها ازاي؟ بص يا شباب، اللونج بون ده عظمه طويله، مش هنقدر ناخدها كلها، فهناخد حته منها اللي هي الميتافيسس. اما الشورت بون نقدر ناخدها كلها لان هي قصيره، فقصيره نقدر ايه نقلبها معانا كلنا، فهتاخد ايه؟ الدايفيسس اللي هو الشفت بتاع الشفت اللي هو اكبر من الميتافيسس، صح. طيب نقول تاني، اللونج بونز بتأفكت ايه؟ هي طويلة فمش هنقدر ناخدها كلها، فهناخد منها حتة صغيرة اللي هي الميتافيزس. طب الشورت بون هي قصيرة، هنقدر ناخدها كلها؟ ناخد منها حتة كبيرة بقى، مش كلها يعني، اقصد ناخد منها حتة كبيرة، ناخد منها الديافيسس اللي هو الشافت بتاعها لان هي قصيرة، فهناخد منها حتة كبيرة براحتنا. اما الطويلة دي هناخد منها ايه؟ الميتافيزس بس. في اللونج بونز بتعمل سابر اوستيال ابسس، او ممكن تعمل لنا ارترايتس. طيب الفلات بونز بتعمل سابر اوستيال كولد ابسس، تمام. كده خلصنا التي بي. نراجع على التي بي تاني.
اول حاجه عرفنا ان التي بي ده جاي لنا برايمري ولا سكندري. جاي لنا سكندري لان هو مش بيجي في البون. اول حاجه بيجي فين؟ بيجي في اللنج، منتقل لنا عن طريق هيماتوجينس سبريد، او ممكن يحصل لنا دايركت سبريد من الجوينت اللي جنبه. طيب بيحصل فين؟ بيحصل للتشيلدرن واليونج ادلتس. ايه اشهر مكان له؟ اللي هو الفيرتبري، او حاجه اسمها بوتس ديزيز، او السباين. يعني سباين از ذا كومنست، المكان الاكثر اكتر مكان بيجي فيه اسمه بوتس ديزيز، او بيجي فين؟ في الفيرتبري. طيب تاني مكان بيحصل، بيحصل في الهيب، وبيحصل في النيه، بيحصل في الفيت. طيب الباثولوجيكال فيتشرز، الجرنيشن شو بتاع التي بي ده بيتكون فين؟ في الهيدرجين كانال، والسبيسز السبيسز الموجوده فيها، السبيسز الموجوده في البون مارو، سوري معلش، السبيسز الموجوده في البون مارو. بعد كده بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها كازيشه. بعد كده البون هيحصل له ايه؟ هيحصل له ديكالسيفيكيشن، ويحصل له ديستراكشن، ويحصل له ريزوربشن نتيجه للكازيس ماتيريال اللي موجوده فيها دي. الكازيس ماتيريال هتستبدل كل ده، هتستبدل الكالسيوم، وهتدمر العظم، فيحصل لنا حاجه اسمها تيوبركلاس كيرز. كيرز معناها تسوس في العظم، تمام؟ اوي سؤال ام سي كيو مهم قوي، يقول لك في بيروسيال بون انفورميشن هنا؟ لا طبعا، البيروسيال بون انفورميشن هنا انكومون. والهيفيرجن كانال اهي، كل اللي عاوزك تعرفه عنها ان هي سنترال كانال لونجيتيودنال، بتتكون من بلاد فيسلز ونيرفز، ممكن كمان تتكون من ليمف فيسلز او فلويد كمان معاها، تمام؟ بعد كده اتكلمنا عن التي بي، اتكلمنا عن التي بي في الفيرتبري اسمه بوتس ديزيز. مي فين؟ في اللور ثوراسيك او الابر لامبر، والسيرفايكال مش قوي بس ممكن يجي فيها. يعني الباثولوجيكال فيتشرز، بيصيب الفيرتبري اللي جنب بعض، اتنين جنب بعض او اكتر، بالديسك اللي ما بينهم كمان. طيب المانيفيستيشن بيجي لنا بكيفوزس، اتب، ممكن يسمى كولد ابسس. كولد ابسس بيتكون من كازيس ماتيريال. كولد ابسس ده شبه الابسس بس ملوش الكرايتيريا بتاعتهم اللي هو الريدنس والهوتنس والحاجات دي. السيرفايكال بتيجي فين؟ في الريتروفارينجال. الثوراسيك اللي في منطقه الميديستاين، بوستيرير ميديستاين. اللامبر بتيجي فين؟ في الفيمورال او اللامبودورزال. بيحصل بارابليجيا اللي هي ايه؟ شال في الاطراف، لانه بيضغط على السباينال كورد. الفيرتبري بيضغط على السباينال كورد. ادي الكيفوز اللي عندنا. بعد كده عرفنا الاذر سايتس بتاع المونتي بروكلوزس. اللونج بونز بتحصل فين؟ هناخد حته منها اللي هي الميتافيزس. اما الشورت بونز بتحصل في الديافيزس، والمضاد الكانال كمان بتحصل في الهاند والهاند والفيت. اللونج بتحصل في السبر اوستيال ابسس، ام بتعمل سبر اوستيال ابسس. اما الفلات بتعمل ايه؟ سبر اوستيال كولد ابسس، تمام؟ بعد كده هنتكلم عن تاني نوع من الجرانيولوما، اللي هي السبيسيفيك كرونيك سبيسيفيك اوستيومايلايتس، اللي هي البون سيفلس. البون سيفلس عندنا منه اكتر من نوع. اللي بيجي في السيفلس اللي هو الكونجينيتال والتيرشري سيفلس، تمام؟ كونجينيتال يعني ايه؟ يعني بينتقل من الام للجنين عن طريق البلاسينتا. والتيرشري اللي هو في حاجه اسمها جاما والديفيوز، لو تفتكروا يعني في السيفلس يعني في حاجه اسمها جاما وفي حاجه اسمها ديفيوز. طيب الروت بينتقل ازاي للبون؟ السيفلس ده بينتقل للبون ازاي؟ عن طريق البلد، بينتقل عن طريق بلاد سبريد. هنتكلم عن الكونجينيتال، اول حاجه هنتكلم عنها الكونجينيتال سيفلس. في ايرلي مانيفيستيشن وفي ليت مانيفيستيشن. الايرلي مانيفيستيشن دي بتظهر فين؟ في اول سنتين من حياه الطفل ده. بيحصل له ايه؟ هنجمعها في كلمه مرسال. كلمه مر، ام ار اس ال، تمام؟ ايه الام دي؟ عباره عن ميوكاس باتشز، حصل ميوكاس باتشز في الايرلي مانيفيستيشن. طيب الار دي؟ الار دي عباره عن راجز. يعني ايه راجز دي؟ اللي هي الكلمه دي، يعني ايه راجز دي؟ معناها تشققات او تصدعات، تمام؟ تشققات او تصدعات دي بتحصل فين؟ بتحصل عند الزوايا بتاع الماوس وبتاع الانس. الماوس اللي هو الفم يعني، والانس اللي هي فتحه الشرج، سوري. الاس عندنا 3 اس، تمام؟ عندنا سكن ومعاها كوندايلوما. يعني ايه كوندايلوما دي؟ كوندايلوما معناها سكن نيوز، نيوز كده بتظهر على السكن، تمام؟ الاس الثانيه سيفليتيك انفلاميشن. بيحصل سيفليتيك انفلاميشن، بتعمل نمونيا قلبه او سيفليتيك سيروزس. نمونيا قلبه دي خاصه باللنج، السيروزس دي خاصه بالليفر، وبتعمل كمان سيفليتيك ايبيفيزايتس. ادي الام ميوكاس باتشز، ادي الار اللي هي الراجز اللي هي تشققات او تصدعات، عندها 3 اس كلهم يعني انفلاميشن. اول واحده بس سكن وما لهاش دعوه بالانفلاميشن انت كده. بعد كده سيفليتيك ايبيفيزايتس اللي هو الانفلاميشن بتاع الايبيفيزس. بعد كده سيفليتيك انفلاميشن بيعمل لنا، بيأثر على اللنج وبيأثر على الليفر، وبيعمل لها نمونيا قلب، وبيعمل سيفليتيك سيروزس. اخر حاجه بقى اللي هي ال بتعمل ليمف نود انلارجمنت. نقول تاني، البون سيفلس الانواع اللي بتحصل معاه اللي هو الكونجنتال والتيرشري، بتنتقل عن طريق ايه؟ بتنتقل عن طريق البلد. اول حاجه ايرلي مانيفيستيشن. الله اكبر الله اكبر، ثانيه واحده.
نبقى نكمل تاني. احنا قلنا حروفها اللي هي البون سيفلس، نبدأ تاني من الأول. بون سيفلس احنا قلنا بتحصل كونجينيتال وتيرشري. الكونجينيتال أول حاجة في عندنا early manifestations، بتحصل في أول سنتين في اللايف، جمعناها في كلمة مرسال. حرف الام اللي هي الميوكاس باتشز، حرف الار اللي هي الراجتس اللي هي عبارة عن شقوق وتصدعات بتبقى حوالين الانجلز بتاع الماوس اللي هي الزوايا بتاع الماوس أو الزوايا بتاع الانس اللي هي فتحة الشرج. بعد كده عندنا ثلاثة اس، الاسيت فيهم اثنين انفلاميشن، سيفليتك انفلاميشن، وبعد واحدة اسمها سكن، سكن وكوندايلوما. كوندايلوما دي عبارة عن سكن نوديولز، يعني حاجات نوديول صلعة كده على السكن. طيب الانفلاميشن بتاع الاس التانية، اول حاجة سيفليتك انفلاميشن، بعد كده سيفليتك ابيفيزايتس. سيفليتك انفلاميشن بيأثر على اللنج وبيأثر على الليفر. بعد كده سيفليتك ابيفيزايتس اللي هي الابيفيزيس يعني بتاع البون. طيب بعد كده ال اللي هي لارج ليمف نود انلارجمنت. تمام كده خلصنا الكونجنيتال سيفلس اول حاجه اللي هي الايرلي مانيفيستاشن بتاعته. بعد كده هنتكلم عن الليت مانيفيستاشن. الليت مانيفيستاشن هنجمعها في وش الانسان، يعني مثلا هنرسم دلوقتي وش، سوري على الوش يعني لو كده، يعني ادي عينين ماشي، وادي مناخيره، وادي ايه، وادي بقه. تمام اول حاجه هنأثر اول حاجه على البق، هيعمل حاجه اسمها هاتشينسونز ديز. هاتشينسونز تيس دي معناها ايه؟ في عندنا قواطع كده في النص، انا جايبه صوره ليها يعني هوريكوا صورته، اللي هي القواطع اللي هو السنتين اللي في النص دول بيبقى شورت وكمان بيبقوا نوتشد وسيبريتد عن بعضهم. تمام طيب. بعد كده نيجي على الاي، هيحصل ايه في الاي؟ هيحصل انفلاميشن في الاي، هيحصل كيراتايتس اللي هي الانفلاميشن في الكورنيا، في ايرايتس اللي هي الانفلاميشن في الكالرد، الجزء الكالرد من الاي. بعد كده ريتينايتس اللي هي في الشبكيه، انفلاميشن في الشبكيه. كده خلصنا البق وكده خلصنا العين. ندخل بقى على المناخير. المناخير دي بيحصل فيها حاجه اسمها سادل، سادل نوز، يعني ايه؟ مش في يعني في ريدج، في كده بريدج تحس كوبري كده رافع المناخير شويه، البريدج ده بقى مش موجود عند الناس دي، وجايبها لكم صوره برده. تمام كده خلصنا اللي هي العين والمناخير والبق. البق اتكلمنا عن التيس، بس في حاجه اسمها بالات، هارد بالات، اللي هو سقف الحنك، اللي هو بيسموه سقف الحنك، اللي هو سقف البق يعني. تمام سقف البق ده بيحصل له جاما اوف بالات. يعني ايه جاما اوف بالات؟ بيحصل له ديستراكشن، بيحصل ديستراكشن اوف البالات ده. تمام تمام ممكن بقى يحصل لنا حاجات تانية اللي هي نيورو او كارديو فاسكولار سيفلس، يعني ده في الحاجات الليت قوي، يعني بيتاثر على النيورال اللي هي الاعصاب، والكارديو فاسكولار اللي هي الايه، الحاجات اللي هي تبع الهارت. نقول تاني الليت مانيفيستاشن اللي احنا مثلناه بايه، بوش انسان. مثلناه بوش انسان، الاول حاجه اتكلمنا عن بقه، اتكلم عن حاجتين، الهيتشنسونز تيس اللي هي التيس بتاعته بتبقى سيبريتد ونوتشد، وكمان في السنترال انسايزرز دول شورت. تمام اتكلمنا تاني حاجه في البق بتاعه عن الحاجة اسمها جام اوف بلات، البلات اللي هو السقف، سقف البق بتاعنا ده بيحصل له ديستراكشن، اللي هو جاما دي اللي هي ديستراكشن. اتكلمنا على المناخير، النوز بيحصل لها حاجه اسمها سادل نوز، يعني البريدج اللي هو المرفوع ده مش موجود عند الناس دي. بعد كده اتكلمنا عن العين. تمام اتكلمنا عن العين اللي هي فيها انفلاميشن، كيراتايتس اللي هو بتاع الكورنيا، بعد كده ايرايتس اللي هو في الجزء الملون بتاع العين، انتينايتس اللي هي الشبكيه. ونسينا نتكلم عن الودن، الوش اكيد في ودن يعني، سوري لو نسيتها يعني. طيب الودن ممكن يحصل له ديفنس، ممكن اصلا يبقى ما بيسمعش نتيجه لان التمانية، العصب رقم 8 ده متاثر، العصب رقم 8 ده متاثر ممكن يسبب له ان هو ما بيسمعش اصلا، يحصل له ديفنس. ممكن كمان في المرحله المتاخره قوي ياثر على الاعصاب اللي هي نيورو سيفلس وكارديو فاسكولار ايه سيفلس. كده اتكلمنا عن الكونجنيتال سيفلس. الكونجنيتال سيفلس اتكلمنا عن الايرلي مانيفيستاشن اللي هي جمعناها في كلمه مرسال، بعد كده اتكلمنا عن الليت مانيفيستاشن اللي هي جمعناها في وش في الوش، يعني فيتشرز بتاع وش الانسان تمتد من 2 ل 30 years. طيب اهي دي الهاتشنسونز تيس اللي هي اللي هو بصوا الاثنين القواطع اهو، تحسي فيها حاجات نوتشد كده وسيبريتد عن بعضهم وكمان شورت. دي حاجه اسمها ايه، احنا ما قلناش السابر تيبيا صح؟ طيب في حاجه اسمها سابر تيبيا. السابر تيبيا دي التيبيا، دي التيبيا التيبيا طبيعيه. تمام اما السابر تيبيا دي، التيبيا دي بتبقى بند اوف سكند كده، بتبقى محنيه كده، مش اللي هي التيبيا الطبيعيه. تمام دي اسمها ايه؟ اسمها سابر تيبيا. طيب والصوره دي اللي هي السادل نوز، هو بصراحه الصور صعبه شويه، انا حاولت يعني اجيب لكم حاجات اخف شويه، يعني اللي هو البريدج بتاع النوز ده مش موجود، الناس دي ما عندهاش البريدج اللي هو الهايت، الارتفاع بتاع النوز ده اصلا مش موجود. تمام دي اسمها ايه؟ اسمها السادل نوز. كده خلصنا الكونجنيتال. تمام احنا قلنا السيفلس ده بيجي كونجنيتال بيجي تيرشري، اتكلمنا عن الكونجنيتال اللي هي الايرلي مانيفيستاشن، واتكلمنا عن الليت مانيفيستاشن. هنتكلم بقى عن التيرشري. بقى التيرشري ده في حاجتين، في حاجه ديفيوز وفي حاجه جاما سيفليتك. الديفيوز ده نعرف كده ان هو بيعمل بوم فورميشن،
اما الجاما ما بيعملش، ده بيعمل ديستراكشن، تمام، ما فيش بوم فورميشن اصلا، تمام. تمام، الديفيوز ده كومن تايب، الجاما ده ليس كومن، تمام. ده الديفيوز دي مع الدي بيأفكت الدايفيسس، اما الجاما ده بيأفكت السكال والستيرنا. كويس كويس. طيب احنا قلنا هنا الديفيوز فيه بوم فورميشن، ما هو بيقول لك اسبون السكند نتيجه نيو بوم فورميشن. طيب الجاما فيها بوم فورميشن؟ لا ما فيش، ليميتد نيو بوم فورميشن، البوم فورميشن قليل قوي عندها. تمام تمام بتيجي فين في الديفيوز دي؟ بتيجي في التيبيا. بصوا يعني عشان تسكموها كده، الدي مع التي ديفيوز تيبيا، صبر تيبيا اللي هو اللي احنا شفناه قبل كده، يعني ديفيوز تيبيا. طيب والجاما بتيجي مع البلت والايه والساد النوز. طيب احنا قلنا هنا في بنى العظم عمال يتبني، فبالتالي مفيش باثولوجيكال فراكشر. طيب هنا بقى في الجاما احنا قلنا كل حاجه البون فورميشن عندها ليميتد خالص، تمام. البون فورميشن عند الجاما ايه؟ ليميتد. جاما اهي، جاما ليميتد، ام مع ام، ليميتد ليميتد بون فورميشن. اما الديفيوز دي بتبني على طول، ما عندهاش مشاكل. كده خلصنا الايه اللي هو التيرشري سيفلس، كده خلصنا باذن الله السيفلس. نعيد على السيفلس تاني. البون سيفلس ده بيحصل في اي نوع من السيفلس؟ بيحصل في النوع الكونجنتال اللي بينتقل من ام للجنين، او التيرشري سيفلس. بينتقل عن طريق ايه؟ بينتقل عن طريق الضد. كونجنتال سيفلس اول حاجه ايرلي مانيفيستاشن، جمعناها في كلمه مرسال، ام اللي هي الميوكاس باتشز، الار اللي هي الراجتس اللي هي عباره عن التشققات الموجوده على الزوايا بتاع الماوس والانس. بعد كده الاس عندنا 3 اس، عندنا السكين والكوندايلوما اللي هي النيودولز على السكين. وبعد كده في انفلاميشن بحرف الاس بقى، في سيفليتك انفلاميشن عند اللنج والليفر، وفي سيفليتك ايبيفاسايتس بتاثر على الليمفس، تمام. بعد كده اتكلمنا عن حرف ال اللي هي الليمف نود، الليمف نود بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها انلارجمنت. بعد كده الليس مانيفيستاشن بتحصل فين؟ من 2 سنين ل 30 سنه. بيحصل ايه بقى؟ اتكلمنا جمعناهم في وش الانسان، اتكلمنا عن المناخير بتاعته اللي بيحصل لها سد النوز، اتكلمنا عن البق بتاعه، اتكلمنا عن التيس اللي هي هاتشنسونز تيس، اتكلمنا عن البلت اللي هو بيحصل له جاما، بيحصل له ديستراكشن في البلت بتاعه. بعد كده اتكلمنا عن الودان، قلنا ممكن يحصل له ديفنس. بعد كده نتيجه لاصابه اني عصب؟ العصب التامن. اني عصب؟ العصب التامن. بيحصل له ايه لما العصب التامن ده يتصاب؟ بيحصل له ديفنس. طيب بعد كده الاي، قلنا فيه انفلاميشن كيراتيتس في الكورنيه، في الايريتس اللي هو جزء ملون من العين، الريتينايتس اللي هو في الريتينا اللي هي الشبكيه بتاع العين. ممكن يحصل نيورو، ممكن يأثر على نيورو اللي هي الاعصاب او كارديو. في حاجه مهمه جدا 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 عشان ايه ما ننساهاش، اللي هي السابر تيبيا. التيبيا بتبقى، التيبيا بتبقى معلوله كده؟ لا، التيبيا دي بتبقى معوجه، بتبقى بند وثيكند كده. ادي هي شكل الهيتشنسونسيس، وادي شكل السابر تيبيا، وادي شكل السادل نوز اللي مفيهاش البريدج الهايد ده. بعد كده اتكلمنا على الباثولوجيكال فيتشرز بتاعنا، اللي هو اتكلمنا بقى على التيرشري. التيرشري فيه ايه؟ في ديفيوز وفي جاما. كويس، الديفيوز ده بيبني، الجاما ده ليميتد، ام مع ام ليميتد بون فورميشن. الديفيوز ده بيجي فين؟ بيجي في الدايفيز. اما ده بيجي فين؟ في الاسترنابول سكال. كويس، ديفيوز ده كومون، اما الجاما ليس كومون. طيب البون هنا في ديفيوز بيبني، ديفيوز ده بناء، تمام، ثيكند، اما الجاما ليميتد. تمام، الديفيوز قلنا دي مع التي اللي هي دي بتبقى تيبيا، هنا ما فيش باثولوجيكال فراكشر، هنا دي بتحصل في السد النوز والبلت، هنا ليميتد برضو ايه؟ بون فورميشن. كده الحمد لله خلصنا. في اسئله ورا، بس حابه بس اراجع المحاضره من اولها عشان نبقى ايه كده تمام، نراجع على الاسئله. اتكلم عن اوستيومايلايتس، وعرفنا ان هو انفلاميشن في البون والبون مارو. التايبس بتاعته قلنا اكيوت وكرونيك، الاكيوت هيماتوجينس نون هيماتوجينس، الكرونيك في نون سبيسيفيك وفي سبيسيفيك. اتكلمنا عن كرونيك نون سبيسيفيك، عرفنا من اسمه يعني هو كرونيك ونون سبيسيفيك. واوستيومايلايتس اللي هو الايه؟ انفلاميشن في البون والبون مارو. الايتيولوجي بتاعنا اللي هي ستافيلوكوكس اوريس، ايه الحاجات اللي بتعمل كرونيك؟ ممكن هو اصلا يجي كرونيك من البدايه، اللي اسمها بورديز ابسس، ما فيهوش اكيوت فيز، او ممكن اكيوت ما قدرناش نعالجه او عالجناه بشكل مش كويس فتحولنا لكرونيك. acute subdurative. اوكي، بعد كده الباثوجينيسيس والمورفولوجي بتاعنا، احنا عرفنا دلوقتي ان في انفلاميشن، حلو، اللي هو ما قدرناش نعالج في انفلاميشن. الانفلاميشن جه عمل انفكشن، بعد كده الاثنين عملوا باص، الباص ضغط على البريوستيوم، البريوستيوم ده فيه بلاد سبلاي، بالتالي ما بقاش يقدر يدخل بلاد سبلاي، فحصل نيكروتيك او ديد بون. نيكروتيك او ديد بون ده سميناه سيكويسترام. سيكويسترام ده حصل له سراوندد باي الباص، حصل له سيبريشن وكون لنا السيكويسترام. السيكويسترام ده سراوند بالايه؟ بالباص. طب البون دلوقتي حصل له كروزس، البون هيسكت؟ لا مش هيسكت، هيعمل لنا انفولاكرام اللي هو نيو بون فورميشن. طيب في باص دلوقتي ضغط على جوه على البون، هيعمل ايه؟ هيعمل ساينس، هيعمل فتحه، يخرج منها الباص. الفتحه دي ساعات بنسميها الكلوكه.
باثولوجيكال فيتشر بتحصل فين؟ في الميتافيزس بتاع اللونج بونز. وقلنا الاوستيومالس غالبا بيحصل مع الايه، مع الاطفال. طيب الكومبليكيشنز، في باثولوجيكال فراكشر نتيجه للنكروزس، في جوينت افيوجن نتيجه للاديما، فحصل الساينوفيال فلويد زاد، الاميلويدوزيس ده سكندري للكرونيك انفلاميشن، لو احنا اهملناه الساينس الابيثيلي بتاعها ممكن يقلب بسكويمس سيل كارسينوما. بعد كده البروديس ابسس ده مظهر تاني من مظاهر الكرونيك نون سبيسيفيك، بس احنا قلنا بيختلف فيه ان هو مش بيفور الاكيوت، وان هو كمان عنده سمول كافيتي من بس متحول بسكلروتيك بون. بعد كده ده بيحصل فين؟ في الهاي اميونيتي، عشان كده الحته دي بتبقى لوكالايزد ما بتبقاش منتشره. بيحصل فين؟ في الميتافيزس بتاع اللونج بون. كده خلصنا الكرونيك ايه سبيسيفيك، كرونيك نون سبيسيفيك، اسف كرونيك نون سبيسيفيك. هنتكلم عن كرونيك سبيسيفيك، هنتكلم عن حاجتين، التي بي والسيفلس. تمام، التي بي عرفنا ان هو ده مكانه، مكان التي بي اصلا اساسي، لا ده هو جاي عن طريق بلاد سبريد. تمام، او هيماتوجينس سبريد، يعني من الحاجات اللي هي الاساسيه اللي التي بي بيجي فيها، اللي هي زي مثلا ايه اللنج مثلا، او ممكن جاي دايركت سبريد من الجوينت اللي جنبه. بيحصل فين ده؟ بيحصل في الشيلدرن ويانج ادلتس. مكانه فين؟ بيجي فين بالظبط؟ يجي في الفيرتبري. الفيرتبري دي اكتر مكان مشهور ليه، اللي هو اسمه ايه بوتس ديزيز، اسمه ايه بوتس ديزيز. تاني مكان بيجي فيه اللي هو الهيب والني والفوت، دول السكن. بعد كده الباثولوجيكال فيتشرز، بيحصل فيه جرانيوليشن تيشو. جرانيوليشن تيشو ده بيحصل فين؟ في الهيدرجين كانالز والمارو سبيسز اللي هو البون مارو سبيسز. يعني بيحصل بعد كده بيحصل لهم ايه كازييشن. بعد كده البون بيحصل له ديستراكشن، بيحصل له ديكالسيفيكيشن، كالسيوم بيخرج، بيحصل له ريزوربشن. هيكون لنا حاجه اسمها تيوبركلس كيرز، اللي هو تسوس العظم، لان الحاجات دي كلها استبدلناها بايه؟ بكازياس ماتيريا. طب الحاجه المهمه هنا بيقول لك البروستيال في تي بي نيو فورميشن، نيو بون فورميشن كومون؟ لا هو ان كومون. عرفنا الهيدرجين كانال كل اللي نعرفه عنها ان عباره عن لونجيتودينال كانال بتتكون من بلود فيسلز وبتتكون من النيرفس، وممكن كمان تتكون من الليمف فيسلز وايه وفلويد. بعد كده تي بي اوفر فيرتبري اللي هو البوس ديزيز، بيجي فين؟ في اللور ثوراسيك او الابر لامبر. باثولوجيكال فيتشر بتحصل في الفيرتبري اللي جنب بعضها او اكتر من اثنين، وبتحصل كمان في الديسك اللي معاها. مانيفيستاشن بيحصل كايفوزس اللي هو اتب ويكولد ابسس، وبارابليجيا اللي هو الشلل في الاطراف نتيجه لان هي بتضغط على السباينال نيرفس. اوكي كده ده الكايفوزس. معلش الاذر سايتس، احنا قلنا اللونج بونز هناخد حته منها فهتحصل في الميتافيسس، الشورت بونز هناخد حته كبيره قوي منها تحصل في الديافيسس او اسمها ايه داكليتايتس. بناخد بالنا من الحاجات اللي بين الاقواس دي. داكليتايتس احنا قلنا انفلاميشن في التو والفينجر، فالتو والفينجر هيعملوا لنا ايه؟ هيعملوا لنا فيت وهيعملوا لنا هاند. الفلات بونز قلنا الاسترنوم والريبس والبلفس، شكلهم يعني معروف شكل الفلات بونز اصلا. طيب اللونج بونز دي بتعمل ايه؟ بتعمل سابري اوستيال ابسس او ارثرايتس. طيب الفلات بونز بتعمل ايه؟ بتعمل سابري اوستيال كولد ابسس. بعد كده اتكلمنا عن البون سيفلس، بيحصل في اني مرحله من البون سيفلس؟ بيحصل في الكونجنتال او التيرشري. طريقه ايه؟ بينطق عن طريق للبون ازاي؟ عن طريق بلاد سبريد. كونجنتال سيفلس ايرلي مانيفيستاشن جمعناها في كلمه مرسال وخلاص عرفناها. بعد كده الليث مانيفيستاشن جمعناها في وش الانسان اللي هو عيونه ومناخيره وفي بقه وفي ودانه. وحاجه مهمه قوي ما تنساهاش اللي هي السابر تيبيا، اللي هي التيبيا اللي هي تيكند وحصل لها بنت، تيبيا في الليت، تيبيا في الليت. تمام ادي الهيتشنسون زيس، وادي السابر تيبيا، وادي السادل نوز اللي هو ايه ما عندهاش البريدج ده اللي هو الهايد. كده اتكلمنا عن الباثولوجيكال فيتشرز، الديفيوز مناء، اما الجوم ليميتد بون فورميشن. الديفيوز بيحصل في الدايفيسس، ده بيحصل في السكال والاسترنم، في بون فورميشن هنا ليميتد، هنا بيحصل الديفيوز دي مع تي كده تيبيا، هنا في البلات والسادل نوز، هنا مفيش باثولوجيكال فراكشر، في ليميتد نيو بون فورميشن. ندخل بقى على الاسئله، اسئله بسيطه باذن الله سهله جدا. يعني بيقول لك البروديز ابسس مش ايه؟ مش كرونيك؟ لا هو كرونيك عادي. طيب اسمه الانترا اوسيس ابسس، انترا اوسيس دي معناها في العظم. طيب هو ما بيجيش في العظم؟ لا بيجي في العظم وسمول كمان. تمام طيب لوكيتد وزن دايفيسس، احنا عرفنا احنا اصلا قلنا حاجه دايفيسس في الاوستيوماليتس اللي هو في الكرونيك سبيسيفيك، لا الاثنين كانوا الاثنين ميتافيسس، يبقى دي ايه اللي غلط، هتبقى اول واحده سي لوكيتد وزن دايفيسس. طيب البون سيفلس بيحصل فين؟ في البرايمري ولا سكندري ولا تيرشري؟ بيحصل في التيرشري، وكمان ايه ثاني؟ مش التيرشري بس، كمان ايه ثاني؟ كونجنيتال كمان. True or false؟ لك بريوستيال بون فورميشن كومون ان تي بي اوستيومايلايتس، مهمة قوي. احنا قلنا دي كومون؟ لا مش كومون، تي بي اوستيومايلايتس مش كومون فيها البريوستيال بون فورميشن، دي فولس. بعد كده البوتس ديزيز افكت الفيرتبري within the intervening discus، اه صح احنا قلنا بيافكت الفيرتبري والديسكس كمان اللي معاه. تمام
وكده الحمد لله خلصنا. يا رب يا رب اتمنى تكونوا فهمتوا وفهمتوا وحفظتوا كل حاجة، وربنا يوفقكم يا رب وبالتوفيق بإذن الله.